مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا. الحقيقة في الأول عايزة أقول إن يعني الحقيقة أنا شفت يومين في غاية الرعب. كنت عيانة جدا جدا جدا، ومعرفش إيه اللي حصل لي، ومعرفش كان في إيه، ولكن في حاجة غلط في الساحل الشمالي، ولازم الناس اللي موجودة في الساحل الشمالي تكتشف هل هي المية، هل هي لأن المرض جماعي، يعني الناس كلها في المستشفيات وتسممات وموت ونزلات معوية فالناس اللي موجودة في الساحل الشمالي أو مسؤولة عن المية أو مسؤولة عن أي حاجة تعرف ايه، لان اطفال صغيره، بيبيهات صغيره في المستشفيات، ناس كلها ضايعه. فيا ريت نعرف ايه اللي حاصل. بشكر كل واحد سال عليا. الحقيقه انا كنت تعبانه جدا، بس اصريت ان انا ابقى موجوده في الثلاث ايام دول. هوا مش عايزه ابقى مش موجوده، بفرح بمصر. يعني بستاذنكم، بس لو ادائي ضعيف شويه او بطيء شويه، يعني أنا لسه تعبانة. كل الناس اللي في الشارع واللي في كل حتة بيفرحوا بجد، وعلم مصر مرفوع على الكشاك وعلى المصانع وعلى البيوت، وستيكرز ملزوقة على العربيات. مبسوطة قوي ان بعد كل الوقت ده اخيرا اجتمعنا على فرحة واحدة. زمان كانت الفرحة الاهلي والزمالك الحاجة الوحيدة اللي بنهلل لها، ولكن كان بيحصل برضو مناوشات، انت اهلاوي وانا زملكاوي وبتاع. دلوقتي احنا مش بنهلل للعبة، احنا فرحانين ببلدنا، عندنا هدف وايجابيين ومبسوطين، وقدرنا نعمل حاجة. مهران، أنا بعتلك صورة عايزاها تظهر دلوقتي على السكرين. أولا اسمحولي إن أنا أشكر كل واحد سأل عليا على الفيسبوك وفي التليفونات. أنا ما قدرتش بس أرد لأني كنت تعبانة جدا. اسمحولي ان انا اشكركم على المجهود الرهيب اللي انتم عاملينه في مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي فخورة جدا 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 بيها. وزي ما قلت لكم، نفسي الخمسين طفل يبقوا الاف الاف الاطفال. نفسي مشروع قناة السويس ما يبقاش اخر حاجة، يعني ما يبقاش ضجة اعلامية وقناة السويس هتفتح وبتاع وبعدين فجأة ما فيش وطنية، ما فيش حد بيشتغل فجأة. لا، أنا نفسي قوي تبقى بداية، وبداية إن شاء الله بإذن الله موفقة. إذا قدرنا نعمل ده يبقى نقدر نعمل أي حاجة. ولو مشينا على نفس النهج ده نقدر نحقق أي حاجة. الصورة جاهزة ولا نخش في موضوعنا ولا إيه؟ عايزه النهارده نفسي قوي اسمع صوتكم، تباركولي وابارك لكم على قناه السويس. يعني انا بسمع كتير قوي اعلاميين، بسمع كتير قوي اخبار، بس انا ما سمعتش صوتكم. صوت الشعب فين؟ احساسه بقناه السويس ايه؟ هترفعوا علم مصر على كل بلكونه ولا لا زي ما اتفقنا؟ النهارده لقيت علم مصر على التوك توك، ولقيته في البلكونه، ولقيته زي ما قلت لكم على الكشك، لقيته في كل مكان. نفسي قوي على يوم الاربع نبص نلاقي مصر كلها عبارة عن علم مصر. عايزة اكلمكم برضو في موضوع حملة السمنة اللي ان شاء الله قريب جدا 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 جدا. انا ونور هننده الناس، عشان انتوا عارفين احنا كنا اجازة وصبايا واقف. كل الناس اللي شرفتنا في حملة السمنة باذن الله هتكون معانا وهنكشف عليها، وقلنا حتى الناس اللي مش هناخدها معانا في الحملة هنقول لهم يتصرفوا ازاي ويعملوا ايه. انا مش هقدر استنى الصورة اكتر من كده. هتقدروا تطلعوها ولا
النهارده احنا لما تجهزوا بالصوره قولوا لي النهارده احنا فكرنا، طبعا الناس كلها بتتكلم عن قناه السويس والاعلام كله بيتكلم عن قناه السويس ومصر بتفرح، بس انا كان نفسي واحنا بنفرح ما ننساش غيرنا، كان نفسي واحنا بنفرح بانتصارنا وبان ربنا ادانا الى بر الامان ان احنا برضو ما ننساش اخواتنا العرب اللي في ازمات، لازم نقول لهم احنا معاكم في الوقت اللي مصر فيه بتفرح جدا، في الوقت اللي فلسطين بتبكي جدا على الطفل علي، في الوقت اللي مصر فيه بتفرح في ناس سوريين بيموتوا وفي مخيمات للسوريين مش لاقيه تاكل، في الوقت اللي مصر فيه بتفرح في ناس في العراق مشرده، مش عايزين ننسى الناس دي، وعايزين نقول لهم ان مصر معاكم وفاكراكم وربنا يعني رفع عنا البلاء بان ادانا الهمنا الله سبحانه وتعالى ان احنا نمشي في الصواب وان احنا نختار الطريق الصح وان احنا نتوحد وان يبعت لنا الجيش المصري يخلصنا، غيرنا ما حصلوش كده، غيرنا حصل بانه فتنه قويه جدا واللي ساب ارضه ومشي واللي سمح للغريب انه مش سمح الحقيقه، هو ربنا اراد ان فلسطين تحتل واراد ان سوريا تتقسم واراد بالابتلاء ده اللي هو ممثل في الخراب اللي حاصل في المنطقه دي، مش عايزين ننساكم وعايزين نفكر كل الناس ونقدم لهم هم نفسهم تحيه، تحيه لكل فلسطيني وتحيه لكل سوري وتحيه لكل عراقي وتحيه لكل عربي بيعاني مشكله او مش بيعاني، مصر بتفرح ولكن ولا هتنسى العرب اخوانها ولا هتنسى كل شهيد مات على ارض سينا. يا ام الشهيد افرحي، يا ام الشهيد النهارده اذا كنت انا قاعده وعلم مصر ورايا ورافعين علم مصر في كل حته فانتي السبب، ابنك السبب. The Times طبعا جريدة كل الناس عارفاها، مجلة وكاتبة Miraculous Egypt built second Suez canal. Miraculous يعني معجزة، مصر المعجزات تبني قناة السويس الثانية. يا أم الشهيد إذا كان إحنا دلوقتي الأمريكان والإنجليز والألمان والفرنساويين بيكتبوا عنا إن إحنا مصر المعجزات، والله ابنك السبب، والله والله من قلبي بقولك ابنك السبب، لأن من غير وقفته على الحدود ومن غير استشهاده ومن غير محافظته على أمننا وأماننا ما كناش نقدر نبني. العالم كله في وقت من الأوقات كان بيجيب أخبارنا فالإرهاب في مصر، الإرهابيين في مصر، المظاهرات في مصر، المش عارفة إيه في مصر، دلوقتي إحنا مصر المعجزات. Miraculous Egypt. Miraculous Egypt built second Suez Canal.